ومشتات جديدة من قناة أريون. صح، أنا عارين. أنا عارين. واليوم الفيديو رح يكون مشتات المدرسة. مظبوط، كتير متحمسة أنا وياكم عنود لحتى نروح هلأ على المكتبة ونجيب مشتريات لعنود. يس، أنا جازي كتير متحمسة إنه أخيرا بلشت المدارس، هشتري أغراض، كتير مبسوطة. كان نعم عم شوية اشتقت الدراسة واشتقت كتير كتير لأصحابي. الله الله، أستاذ أصدقائي، يعني كنت دور 90% هي اشتقت للمدرسة عشان تروح مع أصدقائها و 10% عشان تدرس. لا لا والله لا. لا أنا بدرس صراحة جايز وبتعب، ويعني يعني هيك يعني أيام تكون لازم ندرس وأيام لازم نتخوت عادي، أيام لازم نروح الحل، أيام لازم نتبسط. طبعاً طبعاً. اكتبوا لي تحت بالكومنتات إذا أنتم كمان متحمسين لأنها بلشت المدرسة، وإذا اشتريتوا مشتريات المدرسة. وكمان خليكم لآخر فيديو عشان تشوفوا كل مشتريات اللي اشتريتها للمدرسة. بس هيك قبل ما نبلش بالفيديو لا تنسوا تحطوا لنا لايك وشير سبسكرايب وتضغطوا على الزر اللي بحصل لكم كل جديد، وإذا بتحبوا تتابعونا على انستغرام تيك توك. وبس هيك هلا خلينا نبلش بالفيديو. ليتس جو. اوكي جايز، هلا انا وعنود وصلنا ورح ندخل المكتبة. انا متحمسة اكثر من عنود بصراحة. انا كثير كثير متحمسة، واخيرا رجعت المدارس. ليش؟ مش عشان ادرس، عشان بس اشوف صحباتي. الناس الطبيعية. مظبوط، هلا رح ندخل المكتبة نوريكم شو رح نشتري. ليتس جو. اوكي جايز، هلا دخلنا على المكتبة. اول شيء دخلنا هو الدفاتر. الدفاتر اللي هون، شفت هذا اول واحد؟ لون هيك حلو غريب، بس انا بس مبين عليه زي رخامة المطبخ، ما حبيته. في كثير اشكال. في اشياء ما عجبتني، هاي المخططة انا بحب هذا الديزاين كثير. مدمنة زي مفرمة المطبخ. خلص خلص بمزح، يلا يلا نكمل. نطبخ نحن. جيب لنا اسود بس لا 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 مو حلو. نكمل جوا. عنود فقرة المعتادة، شنطة عنود المفضلة. الله والله حلو على فكرة، بتشبهك. شوفوا هاي البنت، شوفوا عنود مرخامة. مش هحكي، مش هعلق. هذا ممكن أعلق. تمام، خليني أجي من واحد أشوف شو بدك تنقي. الله باندا حلو، جيبيه. عم طلع طفولتي عليك بما اني تخرجت. الله نمر تايجر، حلو حلو بيشبهك ما انك انت حمراء. حمراء. اوكي جايز، هلا بدي اختار القلم، قلم قصف او قلم سنان. شوف الديزاين والمان ماركتي فوق. يا قصيرة. انتي اللي طولك 190 يعني. هيو هيو. هيو. شفتي نظري قوي ما شاء الله. برضه ازرق زي السنة اللي فاتت. تمام حلو ازرق. فاصل قدي بس. 07؟ 5. لا 5 الله بكتب. ايدي لازم. اوكي بس هلا بدي اجيب فواصل للدفتر او للكتاب من هدول. حبيت الوانهم كثير حلوه. يس. وبعدين راح اجيب الوان الكبير هدول، حلوين كثير. يس. بس شوفوا هون لقيت ستيكي نوت. عنود اي وحده بدك؟ تعال شوفي. بدي هاي الصفرا. اوكي ناخذ الزرق. طبعا ازرق لانه لونك المفضل. الوان في منها كبير ما اعرف اذا ما حبيت. اشوف في هون تحت تنتين مع بعض زهري وقصص مربعين مو حلوين بالطول. مو حلوين؟ لا هذوك احسن. اوكي خلصنا من الستيكي نوت، هلا نروح للشيء اللي بعدين. اجيب طبعا صمغ للزوم يعني للزوم. كمان بدي مقص. بس ما شاء الله السنة قد توسع شلت ايدي بس ماشي. اي واحد احلى؟
حط هيك على الديسك تاع الصف هي عشان الصف مبين حبها للمدرسة عنده. في كات كمان في قطة في استند أوريكم هون في بطة أو حتى مو بطة فلامينجو فلامينجو ها هتسوى فلامينجو مش عارف سهري. بس جينا لأصعب مهمة أنا بالنسبة لي هي الشنطة إنه الشنطة إذا ما كانت حلوة أنا ما بقدر. وهاي الفترة كتير مشهورة الباربي فكلياتها زهري تطلع وأنا مش طايق. يلا نقينك شنطة عليها باربي. تحسي أنا الأطفال مو لإلك حتى. أوكي جاز إجينا وقت المقالم بس ما في الديزاين اللي أنا بحبه كتير كبار وكمان نوعا ما هن شبابيين. في بولو عنود في بولو طلعي حلوة. في بولو يا اختي شو بدي احط في كل هاي يا اختي بعرف مش شو بدي في بنكش اما باربي مسيطره هالسنه. المقالم زي ما انتم شفتوا ولا حدا عجبتني كثير كبار اتوقع اروح مكان ثاني اجيب مقلمه حلوه وكمان شنطه النشرات اللي هون كلاتها اطفال مو ستايل تمام انا بدي شيء يكون ستايل تمام هلا بدي اشتري محايا شفت هذا اللون بس هاي المحايا استعملتها من قبل ما حبيت هي بتنفح فاخذت من هذا الموديل لونه أسرق باين عليها أحسن أصلا الهايلايتر اللي أنا بستعملها من هاي الماركة أنا كتير بحبها على فكرة أنا كان هاي الماركة كتير منيحة وكمان بجنن هشوف مطرة أنا شخص نوعا ما ما بشرب مي ما شاء الله عني بس لازم يكون معانا مصر أوكي هلأ هاي المطرات كتير مشهورة بس في مطرة أشهر الله بتاخذي طنجرة معك على المدرسة جدتي واحدة من صحباتي جابتها معانا في المدرسة سميتها إدر إدر هي كبيرة قصدي هي المطر اللي أنا بحبها هي بس في كبار في نفس الوقت عن جد كثير حلوة أشوفهم قريب الله بدل ما تحضر الحصة اللي ما بتحبيها بتقعدي تسلي فيها لا أنا معلوماتك دخلتها جول لا معلوماتك انا شخص قاعد قدام واضح انا كثير منك زماعي عم تفوتي فيها ايه والله لازم انا بعد شخص قدام بعدش من ورا اللي ما بشوف بس بتعرف اني طولي كثير طويله فما بشوف من قدام صراحه ابوكادو والله منظرك كيوت وهيك الله يفرح عليك تخيلي امسك هيك في الصف مين الكتكوت هيجيبها؟ هاي حلوة بس على فكرة يعني لو أنا متخرجة بقدر أخذ مثل هاي على فكرة عادي صح؟ 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 جبت لك الأرض هاي عن جد لجن أو حتى هيك بتحسوا سطن تنبر فيها الناس اوكي جايز هلا احنا خلصنا كل مشترياتنا هلا نروح نحاسب وبعدين ترقبوا لاخر فيديو عشان اعرفكم كل مشترياتي جبتها للمدرسه مزبوط كثير تعبنا والحمد لله احنا نحاسب وجبنا كل عنده اغراض اوكي جايز انا هلا ابسط البيت عشان اوريكم كل مشترياتي للمدرسه خلينا نبلش اوكي اول شيء بدي اورجيكم اياه هن الدفاتر اول دفتر هو هذا فريندز مكتوب عليه باللون الأسود سادة هو من جوا مربعات هيك بيكون كتير حلو أنا كتير حبيته الدفتر الثاني هو هذا لونه أزرق نهدي شوية خضار أزرق هون في شوية هيك فاتح عليه نجوم فكتير كتير حبيته ومن وراء عليه نقاط هيك هو السليك انا بحب هاي الدفاتر اكثر من الدفاتر العاديه انه بحب السلك هيك منظم اكثر هذا فيه اكثر من تقسيمه اكثر من نظام بقلبه للدفتر اوكي هيك بتكون اول صفحه اول ديزاين اللي احنا بنعرفه عادي هو المسطر ثاني ديزاين هو هذا المنقط اخر ديزاين الساده هيك بيكون اشكالهم انا كتير حابه بقدر استعمل لاي شيء انا بدي اياه فيس اي لاف ات الدفتر اللي بعده اخذ قلبي انه لونه جدا ازرق وعليه هيك امواج بتحسوها واللون ابيض فهمتوا علي من ورا
سادة، برضه هو سليك وهو كمان مسطر. بس جبت واحد مربع والباقي كله مسطر، جبته انه انا موادي كلها اصلا اللي مسطر بنستعمل، بس مواد العلمية زي الرياضيات بناخد مربع. يس كتير حبيته. والدفتر الاخير دفتر شوي غريب انه انا جبته هيك بتفتح بهاي الطريقة، بتحسوه دفتر رسم بس هو لا دفتر بتكتب فيه. اول مرة بجيب هذا الديزاين بس كتير حبيته. شوفوا كيف هيك بيكون وهيك بتفتح، فحبيته كتير هيك. I love it. بس في دفاتر انا جبتهم صغار وكتير انا حبيتهم واخدتهم عشان هن لونهم بس، ما بعرف اذا بدي اكتب فيهم ام لا، بس انه ممكن المواد الخفيفة اللي عندي هن هدول. شوفوا جايز جايز شوفوا مأكدتهم، هرجيكم واحد واحد كلاتهم من جوا زي بعض. مثلا هاد اول واحد لونهم بيبي بلو او ازرق فاتح هيك، ومن جوا هيك سادة، ما بعرف شو بدي اكتب فيه. هو كمان سادة، يعني انا ما بحب كتير اكتب بالسادة انه خطي بيطلع هيك واحد فوق واحد تحت زي امواج، فانا ما بحب. هذا تاني ديزاين هيك لونه عليه ورود ابيض وازرق. وقبل الاخير هو هاد مربعات كلاتها من جوا زي بعض بالضبط، شوفوا نفس الديزاين. وهذا بيكون اخر واحد، هذا كمان اخذ قلبي صراحة، طرم احلى كلاتهم بيبي بلو غير واحد شو تحسوا نهدي. يس انا جبت هذا الكتاب او هذا الدفتر الكيوت النوت من طبعا مين بيرشكل. انا بحب اجيب هدول مميزين عشان انا شخص كتير بكتب بهدول اشياء مهمة، مثلا امتحان علي واجب، فهذه الاشياء كتير بيساعدني. والاشي حبيته اكتر اشي فيه انه هو بيساعدني كتير، انه انا شخص كتير بكتب تواريخ ما بحب انسى انه ايش هذا علي هيك هيك. دفتر بقلوه زهري وبرتقالي، بتحسوه غروب الشمس لما تغرب الشمس، فكتير انا حبيته. وانا بعشق شيء شمس وبحر، فهيك انا اول ما اشوف احس البحر والشمس، فاهمين علي؟ اوكي مكتوب 23-24 هيك بكون من جوا، نفس لون من دفتر من برا. اوكي بعدين ننتقل لهي هيك صفحات، وهون مكتوب 23-24 التواريخ، كل يوم بيومه كل تاريخ بتاريخه، او كل شهر بشهر كل تاريخ بتاريخه. اوكي بعدين هون اكتب لك نوت نوت. اوكي بننتقل للاشي الاكد جايز، اول شهر بيطلع معانا هو شهر 9، انا ببلش مدرستي بشهر 9 فحطينا اول شهر من شهر 9، كنت مكتوب بالانجليزي انه انا جبته من بيرشكا. اوكي هيك كل شهر بيجي هيك معه، تكتبي الاشياء المهمه اللي تكتبيها من اول الشهر واخر اشي بتشوفي اذا انت عملتيهم او لا. بس هو هيك من جوا ديزايناته كتير حلوه جايز، انا عشقته، انا بحب هذا الاشي. بس اكتر شهر انا حبيته فيه هو شهر 5، شوفوا جايز الديزاين تبعه جايز بيجنن عليه فراشات، انا كتير بحب الفراشات فهو كتير حلو. شهر مايو يس. هيك بكون احنا خلص اجمل كتاب انا بجيبه. انا جبت هذا الملف، شوفوا ما كتبه لونه ازرق. السنوات اللي كانت جبت واحد زيه لونه اخضر، فهالمرة جبت واحد لونه ازرق عشان انا قاز انا هلا مدمنة ازرق، انا عم جيب كل اشياء ازرق انه على الاسف قربت خلص المدارس، فانا شوي حزينة بس عادي. هو هذا هو ملف عادي من برا بيسك فيش اشي عليه، بس من جوا عنده تقسيمات كتير حلوة أنا محتاج هذا الشيء. تاتاتارا شوفوا هي شوفوا تقسيماته. أنا بحضر هنا أحط مثلا نوت وأكتب هذا مثلا المادة التاريخ مادة الجغرافيا، فبحط كل ملف ملفه فبيطلع حلو. شوفوا كيف أحلى، أنا كتير حبيته، بحب أنا هذا الديزاينات. أوكي هو هذا بيكون الملف تبعي. أول قلم بدي أورجيكم إياه هو قلم القصف أو الأسنان، هو هيك بيكون شكله. طبعا لونه بيبي بلو اهم اشي، شوفوا كيف هيك بيكون لونه، انا عجبته. وكمان بيكون مع محايا سبير وقصف سبير. وانا كمان انه انا كتير بستعمل قلم القصف جبت قصف سبير او اسنان، طبعا مش هننسى المحايا الكيوت الازرق الغامق كتير حلوة. انا حبيتها. انا جبت هاي التزيينة، هاي التزيينة كتير حلوة فيها اربع اقلام ازرق وقلم واحد اسود وقلم واحد احمر،
حكاياتهم اكثر من اي، وبحب خطهم عشان انا بحب هاي الالوان. اوكي هيك بيكون، شوفوا ما احلاهم، شوفوا هيك بيكون كثير حلو. بكتب حلو شغال. جوز انا بحب اكتب على ايدي كثير، اخربش على ايدي بس. يا رب ماما علي ما اشوف هذا الفيديو. جبت الوان الحبر المعكاده منهم، فيهم كل الالوان، بالوان ازرق فاتح، ازرق غامق، برتقالي، اخضر زهري، اخضر غامق. هيهم خليك اياهم من قدام عشان تشوفوهم احلى ارتق. هيك بيكونوا كتير حلوين جايز، بعشق الوانهم. اللون الزهري اللي فيهم كتير حلو، ولون الازرق الغامق بيطلع اللون جدا خطير. يعني استغربوا انه لون زهري بس يعني بزبط مع زد اخطط فيكم تقولوش العرين. طبعا الهايلايت جبت اكتر من واحد، اني انا بعشق الهايلايت، واقدر ارسم عليه في الدفتر، واقدر ارسم عليه بالكتاب اني اخطط عليه. يعني هيهم هيك، هلا افتح لكم وتشوفوهم عن قرب. هم طول البرتقالي مع الأخضر، شوفوا أحلاهم أكدس، شوفوا هيك كتير حلوين. طبعا فيه أزرق بس قلت عشان هيك أغير مود، بس مش كله أزرق أزرق. إلى مرصاص نسيت أقول لكم. هيهم جدا سادة جايز، جبتهم بس إنه والله أنا عندي إلى مرصاص، إنه أنا ما بستعمل الرصاص. طبعا مش هننسى البراي تبعكم، شوفوا جايز كيف حلوة، لونها أزرق كيف أزرق من هيك من جوا. بس وكان جبت هذا الصمغ كتير كيوت، لونه أخضر وأصفر، وهيك كمان من جوا. بس يفتح بقولكم يا بشمل، ما علينا، هو هيك لونه أبيض. جايز ريحته مو زاكة، ليه هيك الصمغ ريحته؟ ما علينا. لزة ثلاثة، انه انا بحب احيانا الزق اشياء. هيا شفاف سادة لزق طبيعي. جبت هذا التبكس او كوركتر او طامس، هيك بيكون شكله، قلبه ثلاث ديزاينات. هذا الديزاين بتحسوه زي علبة المناكير هيك بتعمله، الثاني بتحسوه زي الهايلايت هيك بيمسح كده، والثالث انتم عارفينه المتعب اللي انا بدل ما بحبه هو زي القلم هيك بتمسحه وتعب الايدين، ما تستعملوه، استعملوا هاد او هاد، بس نصيحة هاد احلى. هلا ننتقل للستيكي نوت. جيبت انا اكثر من نوع، اول نوع هو هذا المربع لونه اصفر، الشكل الثاني هو هاد بتحسوه ازرق فاتح كثير شايك جاي على خضار، بس ما علينا هو هاد. بعدين جيبت الديزاين اللي بعده، جيبت هارت لكم دق دق دق، هو هاد لونه زهري، والثاني هيك بتحسوه مفكر هيك تحطوه انه هيك يعني لونه اصفر. بالاخير جبتهم هن هدول الفواصل، هن اكثر من ديزاين بالبوم، بالبوم هذا هيك السهم والثاني هيك مربعين، بالبوم كل الالوان ازرق اخضر زهري برتقالي نهدي كل الالوان. هدول كثير مهمين، مسطره بيضاء ساده، هي بلاستيك كثير حلوه. هلا ننتقل لأحلى فقرة انتو بتستنوها وأنا بستناها عشان أوريكم إياها، هي المقلمة. شوف شوف الجمال، ولكم تجنن. لونها أزرق وأبيض من ماركتي المفضلة فاينس، كتير حلوة. شوفوا الجمال، نفتحها جاهزين. شوفوا شوفوا ترارارا، ما علينا ترارارا. شوفوا شوفوا الجمال، شوفوا الله هنا بتجي من جوا. طبعا اسود سادة مكتوب عليه اسم الشركة من هون، اسود سادة مربعات مكتوب هون اسم الشركة، بتجنن. في انا هاي الديزاين كثير حلو، اي لاف ات. ننتقل للاشي الاجمل الاجمل اجمل، هي الشنطة. طلع شوفوا اجمل الشنطة، بدنا بالمانس نفس الشكل، شوفوا شوفوا جمال، ما علينا. جين جايز، جايز انا عشقتها، وقعت في غرامها، جبتها برضه من الفاينس.
هيك لونها اخضر وابيض كتير حلوه من ورا سودا وايديها كتير حلوين. قاز انا هاي ثالث سنه بجيب من نصف الماركه ان هاي الماركه كتير حلوه تحفه. هي هيك تحت ياهم من جوا عشان تشوفوها. هي من جوا نفس الديزاين تاع شنطتي السنه اللي فاتت ان هن نفس الديزاين اللي عم بيعملوا هيك. في له هون دفه بحط فيها مثلا الملف كتاب اي شيء انتم محتاجينه. من هنا من جوا برضه سوداء كمان من جوا في لها دفه سحاب واحد بس للشنطة. هون في سحاب تحط فيه أغراض من جوا في هيك. يس شنطتي جدا بيسك ننتقل للإشي الأروع الأجمل بوتي. بوتي الجميل احذر من أي ماركة حذرته. ها تا ما تستغربوش نفس الماركة فاينس عشان هي طبعا نوعا ما اشقي هاي الماركة وباتها جدا مريحة. جاهزين تا 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 شو لونه خطير وهاي الديزاينات اخضر. اول اشي هو لونه بتحسوه سكني على اخضر سكني فاتح واخضر فاتح. وبعدين هون عندنا نجوم فضاء كتير كتير حلو. انا بحب انا الفضاء والنجوم. في كمان شمسية يعني بجنن. هو هاد بوت بجنن. في كمان لون ازرق نهدي اخضر ابيض اسود برتقالي. في اللي بكل الالوان الحلوة كتير حلو. هوري الفردتين مع بعض عشان تشوفوهم. هيك منظره بيكون هيك من ورا هيك بيكون من قدام like this. انا كتير حبيته جد بوت جدا جميل. اوكي جايز هيك احنا كنا وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب يكون هذا الفيديو عجبكم. كمان اكتبوا لي تحت بالكومنتات افكار اعملها للمدرسه واكتبوا لي كمان شو اكثر اشي حبيتوه من مشترياتي. انا صراحه حبيت كتير اشياء من الدفاتر للبوت للشنطه ف يس. وكمان لا تنسوا تحطوا لنا لايك وشير واشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل اشي بنزله على قناتنا. اعملوا لنا فولو على الانستغرام والتيك توك وبس. بحبكم كثير. باي باي.